ألف 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 مليون مبروك فتيات الذهب، بطلات لكأس السوبر المصري للكرة الطايرة سيدات للعام الثاني على التوالي. ماتش صعب جدا، مباراة صعبة جدا، ولكن دايما فتيات الذهب دايما على الوعد وعلى العهد. الحمد لله زي ما احنا قلنا في بداية الاستوديو انه طبعا اكيد هتكون مباراة صعبة جدا، منافسة شرسة ما بين فتيات النادي الاهلي وفتيات نادي الزمالك. الحقيقة انه كان ماتش صعب، ولكن دايما فتيات الذهب قد المسؤولية. الف الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي كانت حاضرة النهاردة في صالة التحكيم اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة. الحمد لله يعني فتيات الذهب ما خذلوهمش ولا خذلوا جمهور النادي الأهلي. الحقيقة دايما بنبارك لكل يعني سيدات طايرة النادي الأهلي، بنبارك للجهاز الفني طبعا بقيادة كابتن إبراهيم، وبنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي. وأكيد أنا متأكدة إن الفوز ده والكأس ده سواء مجلس إدارة النادي الأهلي أو الجهاز الفني الخاص طبعا بفتيات الذهب سيدات طايرة الأهلي أكيد هيهدوه للكابتن طبعا العمري فاروق رحمة الله عليه، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن احنا شفناه السيزن الماضي كانت فرحته كبيرة جدا بهذا اللقب، وكان الحقيقة بيؤازر فتيات الذهب في كل المباريات الخاصة بيهم في كل البطولات. فأكيد أكيد يعني ده إهداء لروحه أكيد اللي كانت دايما موجودة وكان دايما حاضر معانا سواء أثناء وجوده وبعد غيابه. أيضا هو حاضر بروحه بشكل كبير جدا، ويمكن كلنا متفقين على يعني حضوره القوي جدا حتى بعد رحيله وحضور روحه أكيد، لأن احنا دايما ما بننساش أنه هو كان الداعم الأول وداعم كبير جدا لكل ألعاب الصالات. كابتن ندى